الإنسان إذا دخل يدخل البعض هو يرى أناس ليس متعود أن يأتوا في الصف الأول، فيرى في نفسه أصلا أنه له حق أنه يكون في الصف الأول. أنا إمام، أنا شيخ، أنا داعية، حتى إذا أتى يوم الجمعة يستعظم أنه يصلي في الأخير. هو جاء متأخرا، ادفع ثمن تأخرك، اجلس محل ما وقف بك، لا تقول في فرجة. الفرج عندما تقام الصلاة تصبح الفرج، أما أن يتخطى الإنسان الرقاب ويظن أنه هو أهلا للصف الأول أو ينتظر من المؤذن أو الإمام أن يحجز له مكانا أو يأتي وهو مؤذن يقفل الجهاز بإصبع قدمه أو يفتحه بإصبع قدمه ويظن أن هذا ليس له علاقة بانكسار النفس، أو يأتي إلى مسجد الحرمين أو أحدهما أو إلى مسجد فيه محاضرة فيصد على الناس ويرى أن هذا مبرر، أنا الحمد لله جاي لمحاضرة، إن الذي دعاك لأن تحضر المحاضرة وهداك إليها أعطاك آداب أعظمها الانكسار بين يديه. والله إنك لو الواحد لا يتعالى على الله، لكن والله من مشية الرجل إلى المسجد تعرف هذا سينكسر في المسجد أو لا ينكسر، وتعرف هذا سيخشع أو لا يخشع. الدخول إلى هذه كل ما تناله من تبجيل لمكان، لأنك داعية، لأنك تأتي في القنوات، لأن أباك غني، لأنك أمير، لأنك ملك، لأن أيا كان سبب التبجيل الذي خارج المسجد اجعله خارج المسجد. أما هذه المواطن بيوت الله، لا ينبغي لأحد أن يدخلها في قلبه ذرة من كبر. أن الإنسان عياذ بالله إذا تكبر وهو في بيت من بيوت الله، هذا متى يرزق التواضع؟ متى يرزق رقة قلب؟ متى يرزق لين؟ إذا كان الإنسان يجد في نفسه أنفة وهو يسمع القرآن، متى سيجد في نفسه رقة؟ متى سيجد في نفسه؟ نحن لا نقول إن من يصنع هذا متكبرون، معاذ الله، قد يكونون فعلها جهلا، فعلها نسيانا، لم يبلغ علمه أنها تؤثر، لكن الإنسان إذا دخل المساجد يحاول قدر الإمكان أن لا يؤذي أحد، أن لا يتحدث مع أحد إلا بمقدار ما ينفعه، بمقدار ما هو لازم. لكن هذه بيوت الله، فيها يعظم الله، يذكر، يحمد، يجل. الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى غيرها من الآيات. المقصود الإنسان من الخطوة التي يخرجها من بيته يشعر أنه عبد، والعبد ليس له إلا ما أراد سيده وأراد مولاه وأراد خالقه وأراد رازقه، يقع هذا أولا في قلبه، فإذا وقع في القلب جاوبته الجوارح فيدخل، وحتى لو ظلم في المسجد يسكت. دخل سالم بن عبد الله بن عمر البيت الحرام يطوف بالبيت، فجاءه عبد الملك بن مروان يريد أن يتقرب إليه، معروف سالم معروف بالصلاح، قال يا سالم سلني حاجتك، هذا أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين والله إني أستحي من الله أن أسأل أحدا غيره وأنا في بيته، أنا في بيت الله تقول لي اسألني؟ فكتمها عبد الملك، فلما خرج قال له يا سالم خرجنا من المسجد سلني حاجتك، قال من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة؟ قال من أمر الدنيا، قال والله ما سألتها من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها.